مشاهدينا خلونا نطمن على الوضع في اسكندريه، ومعانا على تليفون دلوقتي اللواء محمود نافع رئيس شركه الصرف الصحي بالاسكندريه. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم، اهلا وسهلا بحضرتك والساده المشاهدين يا فندم. كلمنا عن الوضع اللي بتشهده المحافظه حاليا بعد موجه الطقس اللي احنا بنعيشها اليومين دول. والله حضرتك احنا من اول الاسبوع، يعني احنا بدانا يوم الجمعه اللي فات طبقا لتوقعات الارصاد ان في امطار متوسطه وغزيره على الاسكندريه، بدانا رفع الحاله من يوم الجمعه اللي فات حتى يوم الثلاث اللي هو اول امبارح يعني. وبدانا امبارح او يعني يوم الثلاث اول امبارح الصبح كده نريح الناس شويه، وبعدين جانا توقعات تاني ان التقلبات الجويه هتحصل تاني في الاسكندريه. الطقس هيبقى فيه برضو امطار متوسطه وغزيره اعتبارا من مساء يوم الثلاث، رفعنا الحاله تاني مساء الثلاث اللي هو اول امبارح، وفعلا خلال الليل شهدت اسكندريه وخلال اليوم امبارح امطار متوسطه وغزيره على معظم الاحياء يعني. هل حاليا في نوى محدده بتشهدها محافظه اسكندريه؟ وحضرتك النوى دي نوة راس السنه اللي هي التوقيت بتاعها بيبقى دايما غالبا يعني 25/12، فيعني احنا بادئين من يوم الجمعه حتى النهارده اهو تقلبات جويه، انما الحمد لله الامور كويسه، وطبعا كل الاجهزه التنفيذيه مستنفره في المحافظه، وتم التعامل مع النوى وتم التعامل مع التغيرات المناخيه، والحمد لله يعني ما حصلش اي اعاقه مروريه على مستوى المحافظه بالكامل. حابين نعرف كمان وجه التواصل بينكم وبين هيئة الأرصاد الجوية، يعني هي بتبلغكم قبل موجة الطقس أو النوة ده بوقت قد إيه علشان تقدروا تجهزوا نفسكم؟ وحضرتك بيبعتوا لنا دايما توقعات لمدة أسبوع من التوقيت، يعني النهارده مثلا يبعتوا لنا من يوم الخميس ليوم الأربعاء الجاي. وحضرتك الفترات اللي بقى فيها تغيرات مناخية بيبعتوا لنا بقى ليلة النوة نفسها، يبعتوا لنا خرائط جوية بتوقيتات واتجاه الامطار وكثافتها ويعني ان شاء الله كده الامور ماشيه كويس جدا. يعني في الدكتوره ايمان شاكر اللي هو هشام طحون مخصصها لنا الاسكندريه معانا على طول، يعني تواصل مستمر على طول على مدار الساعه. طيب كلمنا كمان عن اهم او ابرز الاماكن اللي في المحافظه اللي بتشهد تساقط مياه غزير. وحضرتك طبعا احنا بنقول التيارات المناخيه دلوقتي مبقاش في يعني حاجة ثابتة، يعني بتبدأ غالبا كانت بتجينا دايما الأمطار بتيجي من اتجاه مطروح كده من اتجاه الغرب، وبعدين تاخد الوسط وبعدين تروح على الشرق، إنما في بعض النوات أو بعض التغيرات المناخية اللي بتحصل حاليا وفجأة بقى بدأت من الشرق ثم الوسط ثم الغرب. اللي حصل خلال امبارح وأول امبارح أمطار كانت متركزة في منطقة وسط وحي الجمرك وحي العمرية وحي العجم، لكن دايما مستعدين. مستعدين دايما ما شاء الله، احنا بنبقى اكتر من 180 سياره ومعده وكل الاجهزه التنفيذيه متعاونه عشان تتعامل مع اي تغيرات مناخيه. بشكرك شكرا جزيلا سياده اللواء محمود نافع رئيس شركه الصرف والصرف الصحي بالاسكندريه.